الحوادث المخصصة. إذن مشاهدينا نعود لكم في لحظة تتويج الفريق الفائز في دوري الصداقة بملعب كتاوة بجماعة ولاد زراد، مشاهدينا دوري رمضان اللي عرف مشاركة 16 الفريق. طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نشوفوا لحظة تتويج الفرق وخاصة الفريق المتوج أو حامل لقب هذا الدوري، دوري رمضان، دوري الصداقة دوري رمضاني طبعا اللي شاركت فيه 16 الفريق مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا اليوم كما تابعتم معنا كانت نهاية المقابلة واللي انتهت بالتعادل 0 لمثلين، كذلك ضربات الجزاء إذن مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نشوفوا لحظة تتويج وصيف حامل اللقب، وصيف البطولة، لأن توزيع الجوائز الفريق الوصيف. طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي هذه لحظة تتويج الفرق الفريق الفائز كذلك ووصيف البطل لهذا الدورة بهذا الدوري، دوري الصداقة بدوار كتاوة جماعة ولاد زراد. إن هذه البطولة هذه أو هذا الدوري هذا اللي عرف إقبال جماهيري خلال طيلة شهر رمضان كما تابعتم معنا في هذه المقابلة النهائية هنا بهذا الملعب اللي انتهت بالتعادل، لكن ضربات الترجيح كانت الفاصلة بين حامل اللقب والوصيف. طبعا غادي نشوفوا كذلك لحظة التتويج الآن سيتم توزيع المخصصة لحسب الفردي. بداية أحيي جمعية النهضة للتنمية والتضامن بدور كتاوة بجماعة ولاد زراد في الدوري الناجح، دوري طبعا الصداقة ودوري الرمضاني. أحيي كل الفرق المشاركة التي شاركت طيلة الرمضان الكريم. دين على بركة الله سنبدأ بالحكم المتميز في المباراة النهائية فقط حارة على رفيق السبلاني. صفيق السبلاني حكم مباراة النهائية التي قاد مباراة اليوم التي جمعت بين سيسلم الصباح احمد الدفاني او سي عمر سي عبد الطيف الدفاني واللي غادي يسلم شهادة تقديرية لرفيق السبلاني سقط حارة على حكم المباراة النهائية عطيف الدفاني. طبعا استاذ في جمعية النهضة للتنمية والتضامن في دوار كتاوة جماعة ولاد زراد. الجائزة احسن لاعب سقط حارة على زكريا حمزي فقط حارة على زكريا حمزي احسن لاعب في هذا الدوري دوري الصداقة. وقدم الجائزة محمد الدفاني سيقدم شهادة افضل طبعا كافضل لاعب في الدورة لزكريا حمزي. هنيئا لزكريا حمزي كافضل لاعب في الدورة. سقط حارة على افضل حارس المرمى في الدورة صلاح العسري من شباب الاخ محمد. جاء
جائزة لأفضل لاعب زكريا أمزي، هذه جائزة مخصصة من طرف جمعية النادى للتنمية والتضامن من طرف محمد الدفني. واش قول لك شي والآن جائزة أفضل حارس فقد حارس صلاح العسري من شباب ولد بحمد، سوف يقدمها رئيس الجمعية النهضة للتنمية والتضامن سعد رحيم، فليتفضل لأفضل حارس صلاح العسري بشهادة تقديرية وبروفايل تبع جائزة مخصصة كأفضل حارس خلال الدورة. صورة تذكارية، صورة هنيئة للجوائز المخصصة حسب الفردي. والآن جاء أحسن أو أفضل هداف في الدوري من حيث تسجيل الأهداف ليوسف باي لاعب شباب ولد بحمد. يوسف باي سوف يسلم الجائزة السيد رضوان دفني، السيد رضوان دفني شهادة تقديرية لأفضل هداف خلال دوري الصداقة المنظم من طرف جمعية النهضة للتنمية والتضامن بضواكتا وجماعة ولد زراد. صورة تذكارية للتاريخ وللذكرى. الآن جوائز المخصصة. إذن مشاهدينا كما كتابعوا معنا لحظة تتويج فريق الفائز والوصيف في هذا البطولة في هذا الدوري، دوري رمضان، دوري الصداقة اللي طبعا عرف هذا الملعب طيلة شهر رمضان الكريم، ملعب كتاوة 16 الفريق اللي لعبت في هذا الملعب. طبعا اليوم كما تابعتوا معنا عبر قناة شوف تي في يعني النهائي واللي ديال هذا الدوري. الآن الوصيف ثقة حارة على وصيف دوري الصداقة هنا بجماعة تواب دوارك تواب جماعة ولاد زراد لفريق تبع الفريق أسود الكتاوة. ثقة حارة سوف يقدم جائزة المحبوب محبوب عبد الخالق، فليتفضل معنا في الجائزة الثانية مخصصة للوصيف لدوري الصداقة للفريق أسود الكتاوة. هنيئا شفقة حارة على فريق الكتاوة. واحد 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 ولا واحد شو متماك مسموعين. شفقة حارة على فريق أسود الكتاوة وصيف للدورة تبع دوري الصداقة المنظم من طرف جمعية النهضة للتنمية والتضامن. سيد عبد الخالق المحبوبي غادي يقدم تسليم الميداليات. شفقة حارة على فريق أسود الكتاوة اللي كان من الفرق افضل فرق في هذه الدوره، يفوز بالمركز الوصيف بالمركز الثاني في النسخه نسخه دوري الصداقه ديال الموسم. توزيع الميداليات المخصصه على المركز الثاني اسود الكتاوة. طبعا اللاعبين لأدوا مقابله جيده في المقابله النهائيه امام شباب ولاد بحمد وانتهت بالضربه الترجيحيه. عميد الفريق تفضل معايا، عميد فريق اسود الكتاوة سي عبد الرحيم تفضل، واللي غادي يتسلم الجائزه المخصصه البدله الرياضيه لفريق اسود الكتاوة سي عبد الرحيم امين. طبعا تسلم وتصفقة حاره على فريق اسود الكتاوة. هنيئا والآن مع البطل نسخة 2020 في دوري الصداقة فريق شباب ولاد بحمد سوف يقدم الجائزة. صباح محمد شهاب، تفضل صباح محمد.
فريق فريق شباب ولد بحمد الفائز بالدوري الصدقة لهذا الموسم في حارة. يقدم سمو محمد شهاب توزيع الميداليات على اللاعبين فريق شباب ولد بحمد بالأقمصة الزرقاء والأسمراني عبد الكبير الغوالمة في أول التقاط الصورة مع شهاب محمد. إذن لاعبين فريق شباب ولد بحمد يتسلمون الميداليات الذهبية للمركز الأول. هنيئا لفريق شباب دولة بحمد بالفوز بنسخة 2024 في هذا الدوري دوري الصدقة الذي نظم من طرف جمعية النهضة للتنمية والتضامن. دائما الصور وعدسات الكاميرا مسلطة على اللاعبين شباب ولد بحمد في توزيع الميداليات الذهبية في المركز الأول. طبعا اللاعبين في صورة تذكارية مع شهاب محمد الذي يقدم لهم الميداليات المخصصة للمركز الأول أو فريق الفائز بدوري الصدقة. دائما توزيع الميداليات المخصصة على فريق شباب ولاد بحمد ميداليات الذهبية طبعا إهداء بالفوز باللقب في دوري الصدقة من طرف السيد محمد شهاب. أجواء رائعة هنا في جماعة ولاد زراد بطوار كتوى. أجواء كانت ناجحة جمهور تحية للجماهير التي أبلت البلاء الحسن في الحضور في النهائي. صور وعدسات الكاميرا مسلطة على اللاعبين فريق شباب ولاد بحمد. دائما الميداليات تتوزع في الأثناء لفريق شباب ولاد بحمد. الآن مع توزيع البدلة الرياضية دائما لفريق شباب ولاد بحمد من طرف رشيد الدفني. فليتفضل سي رشيد الدفني غادي تقدم طبعا العميد الفريق في تسليم من طرف السيد رشيد الدفني تسليم الأقمصة المخصصة في بطل النسخة 2024 في دوري الصدقة المرتب من طرف جمعية النهضة للتنمية والتضامن. صور للذكرى وللتاريخ. عدسات الكاميرا مسلطة على الفريق طبعا فريق شباب ولد بحمد وتوزيع الأقمصة المخصصة. الآن تسليم كأس الدورة دورة 28 دوري الصدقة سيسلم من طرف السيد رشيد القرقوري. سيد رشيد القرقوري تفضل معايا غادي يعطي لي كأس العميد. تفضل اللاعبين تفضلوا كاملين ديال الفريق تسليم الكأس كأس البطل نسخة 2024 خلال دوري الصدقة من طرف جمعية النهضة للتنمية والتضامن. تحية للجنة المنظمة على التي ساهمت في إنجاح هذا العرس الرياضي. تفضلوا الإخوان تصوروا. صورة تذكارية طبعا للفائز باللقب الكأس. هانئا لفريق شباب ولد بحمد.
ببلارك يا جماعة ويا سلام هني على بصور عدسات الكاميرا مسلطة على فريق شباب ولاد بحمد ولاد اللقب. إذن مشاهدينا كما تابعتم معنا على المباشر من ملعب ولاد الزراد ملعب كتاوة معنا أحد اللجنة المنظمة لهذا الدوري، طبعا دوري رمضان اللي عرف مشاركة 16 فريق. احكيوا لنا على هذا الدوري هذا، واليوم شفنا نهائي ربما بين فرق محلية هنا بولاد جماعة ولاد الزراد، احكيوا لنا على الدورة هذه وعلى الدوري. حبيب الحكم حبيب قابل النهائية لنهائي دوري الصدر حبيب تفضل معي حبيب حكم دوري طبعا اشكروا على الحضور ديالو في تسليم شهادة كبيرية للحكم اللي كان مجموعة من المباريات خلال هذا الدوري. صورة الكاميرا مع الحبيب حبيب طبعا تقدم جمعية النهضة للتنمية رؤى التضامن بدور كتوى جماعة ولاد الزراد. أحييكم وأحيي الحضور الكريم واللجنة المنظمة وكل الفرق المشاركة والتغطية الإعلامية يوسف خضر عن طريق الصحيفة الوطنية محمد النيلي عن طريق سحبكم. كنا اليوم مع حفل ختام هذه الدورة التي انتهت بتتويج فريق شباب ولاد بوحمان، ولا يسعني الا ان اهنئ الفريق الفائز وحظ موفق للفريق الذي لم يحلف الحظ في هذه المقابله، ونتمنى له التوفيق في الدورات القادمه. نشكر جميع الحضور ونشكر الجميع على حضورهم معنا الى هذه المقابله النهائيه، وندعوهم الى الدوره القادمه ان شاء الله في رمضان القادم ان شاء الله، ونشكر الجميع من هذا المنبر. شكرا. إذن مشاهدينا نعود لكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر، إلى اللقاء.